فيكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله راح نعمل مع بعض التبولة، طبعا هي سلطة شهية من المطبخ اللبناني. خليكم معي عشان نتعرف على المقادير. بالنسبة للمقادير هي بتكفي 3 أشخاص. عندنا 3 حبات من البصل الأخضر، كمية كبيرة من البقدونس والليمونة، وكذلك 2 حبات من الطماطم، وعندنا 2 حبات من الخيار وأوراق النعناع، و 3 معالق من البرغل. الخطوة الأولى اللي راح أعملها، راح أعمل أحط عصير الليمون بعد ما عصرت الليمونة وأحطها على البرغل. طبعا البرغل أنا غسلته من قبل، وراح أحط حوالي 3 معالق من زيت الزيتون. طبعا هنا ممكن اللي حابب يضيف دبس الرمان، ده حسب الرغبة. وراح أضيف 2 معلقة من الملح، وراح أخلط الكل وأحطه على جنب وأمر أحضر السلطة بتاعتي. راح أجيب البقدونس وأشيل الأعواد الأولى، وبعدين أمر أقطع بس الأوراق وأحاول إني أفرمه ناعم. طبعا أنتم ممكن تفرموه أحسن مني، لأني أنا في الفرم نوعا ما سيئة، وممكن تستخدموا الفرامة اليدوية. راح استمر كده لحد ما خلص، وده بعد ما فرمته حاولت افرمه ناعم قدر المستطاع، وبعدين امر اني افرم البصل وكذلك بنفس الطريقة. والمميز في سلطة التبولة انها بتكون ناعمة، او تقطيعها بيكون ناعم جدا. وكمان راح افرم البصل، وزي ما قلت لكم لازم نفرمه كويس قوي. استمر في فرم البصل الاخضر، زي ما انتم شايفين انا كده فرمته على قدر ما استطيع. راح افرم النعناع بتاعي كويس، كمان فرم ناعم. بالنسبه للكميه اللي انا راح اعملها تكفي 3 اشخاص. طبعا انتم ممكن تضيفوا يعني تعدلوا الكميه حسب الاشخاص الموجودين عندكم. صدقوني ان سلطه التبوله من افضل انواع السلطات الموجوده، غنيه بالخضار، وفي نفس الوقت طعمها متناسق كده ورائع. طبعا هنا انا فرمت الطماطم والخيار كمان فرم ناعم، وراح اجيب طبق راح اضيف عليهم البصل الاخضر المفروم، واضيف بقية البقدونس و النعناع. وزي ما انتم شايفين هنا انا راح اضيف البرغل بتاعي. لو تشوفوا ان البرغل اتشرب كل الزيت والليمون، وده بيديه نكهة خطيرة. راح اخلط الكل بتاعي. طبعا انتم ممكن هنا تزودوا البقدونس اذا شفتوا ان كمية البقدونس قليلة، بس انا بحبها بالطريقة دي، وبحبها وولادي كمان بيحبوها بنفس الطريقة اللي انا بعملها. وهنا بعد انا ما مزجت، ما راح اضيف لا اي شيء تاني، ما راح اضيف لا ليمون ولا شيء. انتم ممكن تضيفوا دبس الرمان حسب درجة ليكم. طبعا هم في المطبخ اللبناني بيعتمدوا او بيعملوا دبس الرمان، بس انا شخصيا ما بعملوش. وبكده السلطة بتاعتنا تكون جاهزة
في رمضان على الفطار شيء بشهي. أتمنى فعلا أنكم جربوها بطريقتي الخاصة، وأتمنى أنه الفيديو بتاع اليوم يكون نال إعجابكم. ما تنسوا أنكم تضغطوا زر الإعجاب والتعليق، وفي نفس الوقت تستنوني في فيديو قادم. أتمنى لكم أوقات سعيدة، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.